نفت وزارة التربية قيامها بطبع المناهج الدراسية خارج العراق مؤكدة فسخ عقد مع شركة الوراق التي تلكأت بالتزاماتها. وذكرت الوزارة في بيان لها أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن قيام الوزارة بطبع الكتب الدراسية خارج العراق ما هي إلا في إطار حملة تشويه ممنهجة، القصد الأساسي منها الإساءة البالغة إلى إنجازات الوزارة خلال المدة الماضية. وأوضحت أن الوزارة أتمت طبع الكتب داخل العراق في 7 مطابع حكومية و22 مطبعة أهلية بقيمة إجمالية قاربت 88 مليار دينار، وقد أنجز الطبع بوقت قياسي نتيجة لاتباع آلية الجداول القياسية في أسلوب التعاقد، وهي تطبق للمرة الأولى في هذا المجال.